طبعا الحين موجود على ضفة نهر الجارون بعد ما شفنا بلاس دو كانكونس. نشوف هني نشوف ضفة النهر، كثير من الناس مو متواجدين لو نلاحظ. طبعا نتجه الى الضفة، شوف شلون كثرة الناس. طبعا امساك بالكاميرا يتطلب مهارة، شوف الناس شلون. طبعا الشمسون لاحظ ضفة النهر أيضا أو رصيف النهر، نلاحظ وجود الكثير من الأشخاص يعني اللي يتمشون ويمارسون الرياضة، من سكيت، من دراجات، من رولر، من يعني كل أنواع الرياضة، المشي، من الركض، من التنزه. يعني يفتح ويغلق تبعا لحركة السفن. طبعا هذا الموتور، هذا نوع من الدراجة، يمارس الرياضة ويقول ان هذا بدون يعني محرك، يعني مركبة فضائية. طبعا لو فيها ليت من ورا بعد كانها مركبة في الفضاء. طبعا شيء جميل لأن يجذب الناس ويحثهم على الرياضة ويدهشهم. طبعا شوف شلون يعني يندهشوا الناس عندما يشوفون هذه المركبة. طبعا هذا محل تجمع، بشكل يعني عفوي. لاحظ الأطفال شلون يعني يستمتعون بالجو الجميل ويشاهدون القارب الشراعي موجود في يبحر في ضفة النهر، عشان نذكرهم بالأيام السابقة. طبعا نهر بوردو، نهر الجارون، بوردو النهر الرئيسي الوحيد، كان يعني له دور كبير في التجارة الرقيقة في القرن الثامن عشر، الثلاثية بين أفريقيا وبين أوروبا وأمريكا الجنوبية. مشهور جدا هو ونهر الوار يعني في نانت، مشهور جدا بوردو، مشهورة حتى في المتحف في بوردو نلاحظ وجود قسم متخصص في تاريخ الرقيق، تاريخ العبيد، تجارة الرقيق وتجارة العبيد السود المشتهرة بها شواطئ أوروبا
وبالخصوص فرنسا، واللي تنقل العبيد من أفريقيا إلى أوروبا وبعد ذلك إلى أمريكا الجنوبية ليعملوا في حقول القهوة والشوكولاتة والسكر. طبعا هناك أيضا سفن تعمل كوسيلة مواصلات مثلها مثل الباص مثل القطار، وهي بتذكرة يعني نفس سعر تذكرة الباص والقطار، يورو ونص تقدر يعني تاخذ هذه الوسيلة وتنطلق من ضفة إلى ضفة ثانية. نلاحظ في المقطع الثاني هناك ضفة على اليسار، ضفة الشمالية والضفة الجنوبية. طبعا لاحظ شلون يتناولون الأكل على طرف منها، خصوصا الفواكه تكون جدا يعني جميلة. وهذه البنت تمارس الرياضة. لاحظ بعض المحبين والعشاق يلتقون في هذا الرصيف. طبعا هناك سوق ايضا يوم الاحد متميز هذا الرصيف بوجود سوق تبيع للمأكولات الشعبية والاشياء البيو، يعني خالية من الملونات والمواد الصناعية. لاحظ أيضا وجود سفن للاستمتاع بالنهر، يعني الواحد يقدر إن يعني يشتري تذكرة ويبحر لمدة يوم أو يومين شامل الغداء والعشاء، ويمكن المبيت في هذه السفينة. السفن تبحر إلى نهاية النهر، يعني مش ليس فقط تبحر لمسافة قصيرة. لاحظ شلون يستمتعون بالموسيقى. طبعا هناك هذه، هل هم يمارسون رياضة وهم يرقصون او معا؟ اعتقد انهم يعملون استعراض على الشارع، استعراض راقص، وفي نفس الوقت يعني Team is fond of and nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing at all, talking about avoiding hands while they close. Then where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And I'm singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head starts to size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? بعض المارة عندما يسوون هذه الأنشطة يعزفون عازفين على الرصيف بشكل يعني مجاني أو لمدة أو بمبلغ محدود يعطيه من يريد أن يعطي هذا المبلغ. طبعا هذا القبطان طالع من السفينة. هاي السفينة التي تبحر يمكن في عدة أنهار في قريبة من بوردو لمدة يومين أو ثلاثة. طبعا يعملون ممارسة رياضة الرولر، يتعلمون أو لتمشي جلبها، شيء ممتع.
طبعا هناك كثير من السفن، انواع كثيره من السفن، وكلها يعني تتنافس بشكل سياحي. هناك صار هناك مكان للعب الاطفال الذين يتجاوز من 4 سنوات الى 10 سنوات. طبعا هناك قارب ايضا في النهر يبحر بطريقه استعراضيه، ولكن يعني قارب بسيط جدا بمحرك. هذه اول مره اشاهد قارب من هذا النوع يبحر في النهر، صغير، قارب للهواة يمكن يكون، او فريق الصيانه. طبعا هذا يمكن يروجون للتروبيكانا، فريق ترويجي. شوف وش يعطون، هل هو مجانا او هو مبلغ معين.